ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر في الصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي عشر يصلي الله مئة فأكثر في الصلاة على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فلا تنس الصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت على فراش الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند دخول القبر وعند القبر وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا. اللهم